تقول هل من دعاء لبناتنا الجميلات الطيبات اللي ما جاءهم أحد يتزوجهم إذا تأخر هذا الزواج، فعلى البنت أنها تضع سجادتها في آخر الليل وتقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ومن لجأ إلى الله الله يعطيه الله يعطيه. لكن لا تدعو دعاء المجرب، مسألة ما هي تجربة يا إخواني، مسألة ثقة. يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر، من يقول الدعاء من قلبه صادقة. لما تضعي رأسك في الأرض ساجدة قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف لما قال موسى هذه الكلمة ماذا كانت النتيجة؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، العطف بالفاء. واسألوا علماء اللغة لماذا قال الله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته. العطف بالفاء يقتضي العجلة والسرعة والملاصقة مباشرة، والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. ما قال الله ثم جاءته، قال فجاءته، جاءت استجابة الدعوة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن إذا علم الله منك صدقا في الدعاء، تتوضأ في آخر الليل، تفرش سجادتها، تصلي، فإذا سجدت سألت ربها والله لا يفرق.